وللمزيد معنا من ريف دمشق ياسر الدوماني الناطق باسم الهيئة السورية للإعلام. ياسر مرحبا بك بداية. إذا ما بدأنا بدمشق وريف دمشق وتحديدا بلدة ببيلة، ما الذي جرى فيها وما الذي أسفر عنه قصف قوات النظام لهذه البلدة؟ نعم صباح الخير. بالفعل نحن نتكلم عن انفجار ضخم هز بلدة ببيلة ناجم عن سقوط قذيفة مدفعية طال أحد الأبنية السكنية، ترافق ذلك بضرب من الرشاشات الثقيلة لأعالي منازل المدنيين. هو خرق جديد لقوات النظام للهدنة المبرمة في ببيلة وفي أكثر من نقطة في ريف دمشق الجنوبي. نحن نتكلم عن فروقات في بيت سحم، في مخيم اليوم، وفي أكثر من نقطة في الريف الجنوبي. قوات النظام دائما تخرق الهدن كي تحصل على مطالب جديدة، على أمور جديدة من الثوار، على تنازلات جديدة، بغية ابتزاز الأهالي كما يقول المجالس المحلية في المنطقة. والثوار يقومون بالرد برد خفيف، والضحايا يكونون على الأغلب هم المدنيين العزل في تلك المناطق. نعم. لماذا ببيلة بالذات؟ ببيلة قريبة، هي وبيت سحم قريبة من مطار دمشق الدولي. هي مناطق تشكل طوقا حول العاصمة الدمشقية التي يحاول النظام بشتى الوسائل تأمينها. هو يحاول تأمينها، نحن نتكلم اليوم عن تحرير أبنية في حي جوبر شرق دمشق القريبة من أحياء دمشق الجنوبية. فحتى أن حي جوبر شرق دمشق يحاول النظام اختراقه لتأمين العاصمة الدمشقية، العاصمة السياسية له، فقام البارحة أيضا باستهداف حي جوبر شرق دمشق بالغازات السامة، مما أدى لسقوط 10 مصابين في صفوف الثوار في المنطقة. أيضا في الغوطة الشرقية قوات النظام أطلقت صواريخ أرض على زبدين القريبة من منطقة جرمانة والمليحة في محاولة منها لتأمين تلك المنطقة، وفي عين ترمة القريبة من جوبر، وادي عين ترمة القريب من الدخانية التي سيطر في وقت سابق الثوار عليها ثم انسحبوا. تمكن الثوار من إحباط محاولة تسلل لقوات النظام في وادي عين ترمة بعد اشتباكات وصفت بالعنيفة في المنطقة. أيضا هناك اشتباكات بين الثوار وقوات النظام بالقرب من الاتصالات الدولي، بالقرب من عربين، بالقرب من المخابرات الجوية التي تتحصن فيها قوات النظام، وتمنع الثوار من التقدم باتجاه تلك المناطق. حي تشرين، حي القابون، شرق دمشق أيضا تدور فيهم اشتباكات في محاولات من النظام لتأمين الوحدات الخاصة والمقرات العسكرية كثيرة لقوات النظام في المنطقة. أيضا في القلمون المقر، المنطقة التي يحاول حزب الله اللبناني تأمينها كي يسيطر على الوضع في المنطقة، تدور اشتباكات بين الثوار وقوات النظام وميليشيا حزب الله في منطقة جراجير بمنطقة القلمون، وترد قوات النظام بقصف منازل المدنيين في المنطقة. وأيضا هناك اشتباكات في عسال الورد وتكبيد قوات النظام عدد من القتلى حسب ما يقول الثوار في المنطقة. أيضا في الغوطة الغربية تمكن الثوار بواسطة صاروخ كونكورس كما يقولون من تدمير عربة شيتكا لقوات النظام في المنطقة. نعم ياسر، أخيرا بالحديث عن حلب، هناك معلومات من قبل مصادر في المعارضة السورية بأن المعارك هناك أيضا تجري بشكل كبير وبشكل عنيف، هناك 12 عنصرا من قوات النظام قتلوا، بينهم حتى إيرانيون بحسب وصف مصادر المعارضة السورية المسلحة. ما هي التفاصيل حول ذلك؟ نعم بالفعل هناك إيرانيين عناصر من حزب الله اللبناني تقاتل على كافة جبهات حلب. الثوار استعادوا عدة نقاط في تلك المنطقة، وقوات النظام تحاول بشتى الوسائل كسب أي رهان، كسب أي منطقة في منطقة حلب، بغية أن يكون سقفها التفاوضي عالي، لكن الثوار حشدوا قواتهم. النظام هو مرتبك بسبب أن الثوار فتحوا جبهة الشيخ مسكين وجبهة القنيطرة، فتشتتت قواته بين حلب والشيخ مسكين، فهو يريد وقف إطلاق النار في حلب كي ينقل قواته لدرعا لاستعادة ما سيطر عليه الثوار، لكن الثوار في مدينة حلب رفضوا وقف إطلاق النار ما لم يكن وقف إطلاق النار أو تجميد القتال في كافة أنحاء سوريا. نعم. أشكرك جزيلا ياسر الدوماني الناطق باسم الهيئة السورية للإعلام على هذه المعلومات والتفاصيل.